سؤالي واضح انا دلوقتي، انا انا بص كلامي واضح. اتفق يا الاخ يا استاذ حسام بشار. اسمع بس، الاخ طب انت حسام عندك برنامجك، المعد انا اسمع عايز بس اعمل مداخله، يا عايز خالد، ارد واقفل. هو خليه ثانيه واحده نسمع منه. الاخ حسام المعد بتاعك متسجل له مكالمه بيقول فيها الاتي: ان خالد اضطر يدخل علي الصيع دول عشان هاني شكري المسيحي كلم البرت شفيق المسيحي، كلم نجيب ساويرس المسيحي، وانا طبعا ضد التعصب. ده اللي ايش اتقال. دخل؟ حضرتك معلش بقى انا هقول لحضرتك اسمع حاجه على الهوا، اسمع هقول لك حاجه على المكالمه الهوا. طيب ورد. الكلام ده طب مش حقيقي خالد، يا سياده خالد المستشار. اتفضل. وحضرتك هو انت حضرتك بتسجل الناس يا سياده المستشار؟ يعني دي مش قضيتك، انت هتحاسبني. انت مين انت عشان تحاسبني؟ طب حضرتك انت مين طلع انت؟ التسجيل ده، ثانيه طلع واحده من فضلك، التسجيل ده. طيب ثانيه واحده من طلع فضلك، التسجيل ده على انت الهوا. جاي تحاسبني يا ابني؟ لا انت مين انت؟ طب هو لا بيقول لك فين حضرتك التسجيل يعني ايه ده؟ بتسجل انا عندي الناس يا سياده التسجيل، المستشار؟ هبعته لك، هبعت لك التسجيل. طب يعني خالد حضرتك كمل. بتسجل ليه للناس؟ طيب انت مالك؟ دي مش مشكلتك. علامتي هو ده يعني اسلوب اي حد يكلمك تسجله يعني؟ انت مش انا، ما هو انا كلمني انا، اقسم بالله ما كلمني انا، وانا ما بسجلش حد. انا مش شوف فاهم يعني ايه يا سياده شوف المستشار. هو كلم مين واللي كلمه، هو اللي سجله. طب وحضرتك زعلت ليه لما دخلت مواد شريف حبيب عشان يرد انت على مالك حضرتك؟ مواد شريف زعلت دلوقتي ليه؟ بتدخلني في شريف حبيب ايوه عشان حضرتك دلوقتي؟ بتقول يا مش انت مشكلتك بتزعل، ايه؟ انت مشكلتك من اي ايه؟ نقد انت مشكلتك ايه دلوقتي؟ حضرتك بتزعل من انت اي نقد اسمع ليه؟ بس، انت وكل الاعلاميين اللي اي هيتعامل مع حد العالي بحاول البلطجيه دول ينتقد، اي ما حد لهمش بحاول تعامل مع ينتقد نادي اي شخص الزمالك.